الأمر سهل جدا. It's definitely is going to be a complex job, but ستكون قرعة معقدة نوعا ما. two of us ولكن سامانثا could do لأكون صادقا with some company at least. لن أستطع أن أفعل هذا بدون بعض المساعدة. نعم أرى ذلك. الجميع يرحب معي من فضلكم بمقدمة الحفل معنا ديليتا ليوتا. مرحبا مرحبا بكم. مهاجرة أخرى لأمريكا. كيف حالك أليساندرو؟ كيف حالك سامانثا؟ هذا حدث عالمي بالمناسبة. Okay, and so please put your hands together for our other من فضلكم رحبوا معي أيضا. Estefan, Teofeo Cubillas, Adriana Lima, and Romero Brito. رحبوا معي أيضا بمساعدين معنا في تقديم الحفل. الأسماء الباردة في الإعلام لدينا. Welcome. مرحبا بكم جميعا. Great. Gloria, Teofilo, حسناً. Adriana, Gloria, Adriana. It is an honor to have you here. من ذلك سروري وأنا أتشرف بتواجدكم معنا. Are you all excited? هل أنتم متحمسون لتواجدكم معنا؟ نعم. كيف تشعرين أدريانا؟ أنا متحمس أن أرى جميع هذه الأندية هنا ونصنع التاريخ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أحب هذا. That's great. نعم هذا رائع. سام. One final piece of the puzzle before we can start. الجزء الأخير من المنظومة. But we also need to find out which position they will take in their group. Yes, we do, and it's the. لنرى أماكن الأندية في المجموعات الآن. So let's head to. لدينا 11 مدينة مميزة تنظم هذه البطولة. And Andreas Cantor are waiting to welcome us all. Hello, guys. وها نحن متشوقون لنرى. هذا الأمر. مرحبا بكم جميعا. بالغ سروري. أنا أود أن أرى جميع المشجعين الذين سيأتون لميامي وسيروا استقبال مميز. أستطيع أن أقول لكم أننا لا نستطيع أن ننتظر لنرى جميع الجماهير المشاركة تأتي إلى هنا. والبداية من هنا اليوم لدينا بعض الأندية. لدينا بعض الأندية في المجموعات الآن والتي سيأتي مشجعيها إلى هنا. الآن لدينا 8 مجموعات ولدينا 8 ضيوف مميزين. أول ضيف أرسين فينجر وجور كييف Huzin Karga. Wa Karga. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا المميزين على تواجدكم معنا. ولدينا ايضا ماكسي رودريغيز. And my partner. Yeah, وشريكتي هنا. Yes, Manuel Bernardo Sol. ولدينا صديقي المفضل. We also have of course Isabella Echeverry and we needed that Miami flavor so I brought some. وهذا التنوع ما نريده لميامي. Premier League and Espanol host here in the United States. وأيضا and Miss 305 أصدقاء من فرنسا ومن إسبانيا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. Can you show us the pasito, please? Vamos todos. You know who promised me that he was going to dance? Mister, come here. You promised me. سيد أرسل جونيور قد وعدتني أن ترقص في مقدمة الحفل. Okay, come on. One, two, three. Good job! You see, this is going to be a party, and we are already here. نحن مستعدون لهذه الحفل. I never thought I'd actually see Arsene Wenger dance. That's absolutely amazing. أنا لم أرى أرسن فينجر. لم أتوقع أن أرى أرسن فينجر يرقص في حياتي. We're ready as well. نحن مستعدون. أتمنى أن تكونوا مستعدين كذلك. Yes, first up, let's look at the clubs in pot one.
سنرى أندية المستوى الأول، ثمانية أندية، أربعة من أوروبا وأربعة من أمريكا الجنوبية. فيديو رائع، وكما شرحت لكم الأندية من أوروبا ومن الاتحاد الأمريكي الجنوبي ستكون في المستوى الأول والثاني، ويجب أن تكون في مجموعات مختلفة في المستوى الأول والثاني من كل مجموعة. القرعة ستكون مع أول مستوى، مع أول مجموعة سيكون لدينا ضيف مميز. من فضلكم رحبوا بإيفانكا ترامب. Please join Gloria. من فضلك انضم لنا. Hello, Ivanka. Welcome to Miami. Hello. Gloria, yes. Ivanka. Theo, لدينا ايضا Theo. We're a big fan. هو yeah. مشجع لكرة القدم بالطبع. Theo. اي فريق تشجع؟ Which one? Probably Paris. Paris Saint-Germain. Okay. PSG. So, Ivanka, Theo, please move on and draw the first ball and إذن the first team اختاروا of the اول كره واول نادي في give a nice move نسخة around كاس العالم للانديه 2025 yes. حركوا الكرات and then والان the one that you want. اختاروا كره واحده اس اي بالميراس بالميراس من البرازيل اس اي بالميراس هاف ا فيري ريتش هيستوري اس اي بالميراس لديه تاريخ عريض من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا تحت مظله الفيفا بالميراس سيكون في المجموعه الاولى في المستوى الاول شكرا إيفانكا شكرا فيك شكرا على انضمامكم لنا اتمنى ان تستمتعوا بالعرض so gloria now is gloria everything on you الامر كله يقع على عاتقك it's time to draw the second club فلتختاري ثاني الانديه من المستوى الاول لنقلبها جيدا اولا nothing up my sleeve لا يوجد شيء في معصمي Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. The record 12-time French champions reached the UEFA Champions League. بإثنا عشر بطولة الدوري الفرنسي والفريق الفرنسي المميز. هو أحد أكبر الفرق الأوروبية الآن والمرشح أحد المرشحين الأبرز للفوز بهذه البطولة سيكون باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية في المستوى الأول من فضل جلوريا مرة أخرى أها CA River Plate. CA River Plate من الأرجنتين. After Argentina's CA River Plate made some big money signings in the early 1930s, بعدما رأينا الانتقالات الكبيرة التي صنعها River Plate، فهو الآن هو النادي المليونيرات كما يطلق عليه في الأرجنتين. سيكون في مجموعة مختلفة الآن. River Plate in position E1 سيكون in group E. في المجموعة الخامسة في المستوى الأول. Again, Gloria. مرة أخرى جلوريا سنجد المزيد من الأندية. Yes. okay. I know. نعم. Out and. Fluminense FC. Fluminense. FC. The Brazilian Giants were founded in 1903 المؤسس منذ 120 عاما
America. بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية. في العديد من المرات لدينا فلومينينزي سيكون في مكان مختلف كما شرحت لكم من قبل. فلومينينزي سيكون في المجموعة السادسة في المستوى الأول. والآن لننطلق مرة أخرى. Manchester City. Manchester City became the first English club to simultaneously hold the Premier League, Manchester FA City Cup, UEFA Champions League, أول نادي في إنجلترا يفوز بالبطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري الأبطال وبطولة الإف إيه كوب والسوبر أيضا في وذلك في عام 2023. سيكون في زاوية مختلفة عن باقي الأندية الأوروبية، فبالتالي مانشستر سيتي سيكون في المجموعة السابعة في المستوى الأول. مرة أخرى جلوريا. CR Flamengo. نادي فلامينغو البرازيلي، نادي المنتمي لمدينة ريو دي جانيرو والمتأهل لنهائي كأس العالم للأندية من قبل، والآن سيكون في مجموعة معاكسة للنادي لباقي الأندية من الاتحاد الأمريكي الجنوبي في المجموعة الرابعة في المستوى الأول. This one was tight. Real Madrid. Real Madrid. The reigning European Champions Trophy candidate. النادي البطل المتوج والمسيطر على القارة الأوروبية. بخمسة عشر بطولة دوري أبطال أوروبا والنادي المتوج الأكبر في العالم بالبطولات القارية. سيكون في مجموعة مواجهة في المجموعة الثامنة في المستوى الأول. And the last one, Gloria. We can guess this one, can't we? ممكننا أن نتوقع ذلك بالطبع بكل سهولة. Okay. FC Bayern Munich. FC Bayern Munich. Bayern means Bavarian German. النادي البافاري من ألمانيا سيكون معنا. The club has record 32 Bundesliga titles. المتوج ب 32 بطولة الدوري الألماني وست مرات دوري أبطال أوروبا. سيكون معنا بالطبع في المجموعة الثالثة في المستوى الأول. That concludes. From part one. Thank you very much, Gloria. هذه نهاية المرحلة الأولى من القرعة. شكرا لك جلوريا. كان رائعا. الأمر كان رائعا بالطبع. الآن ننتقل للمستوى الثاني. Eight can be in the same group, Paris Saint-Germain and Chelsea, and two UEFA seed 1 and 8 can be in the same group, FC Bayern and Munich and Chelsea as well. So we're going to skip group B and C and Chelsea. إذا أخرجنا المجموعة الثالثة والمجموعة الثانية من المعادلة فسنرى أن تشيلسي الآن في المجموعة الرابعة. الآن نعرف من سيشارك تشيلسي أو أي مجموعة سيشارك فيها تشيلسي بالطبع. والآن مع أرسن فينجر. في المستوى الثالث من المجموعة الرابعة لدينا تشيلسي مع بجانب فلامينغو. والآن لنعرف نتشوق لنعرف من سيلعب المباراة الافتتاحية. الأمر رائع. نعود إليك الآن ديلبيرو. والآن معك مرة أخرى لنختار النادي القادم. Mm-hmm.
Atlético Atletico de Madrid. The 11-time Spanish champions have qualified for the UEFA Champions League in each of the last 12 seasons and originally wore blue and white, only switching to the now iconic red and white shirts in 1911. We are now pursuing this time with Atletico Madrid. والنادي المؤسس في عام 1911 لأن نرى نادي أتلتيكو مدريد بالطبع سيكون في Yes. المجموعة الثانية. This Maxi is right next to you. So he's already looking at you like weird. والآن من فضلك اختاري الكرة الزرقاء. B2. There you have it. المجموعة الثانية في المستوى الثاني. Atlético Madrid بجانب باريس سان جيرمان. Playing each other. Two strong European teams. فريقان قويان من أوروبا. أتلتيكو مدريد. وأيضا باريس سان جيرمان. لديهم منافسة قوية بين الفريقين الإسباني والفرنسي. ستكون مواجهة مميزة. كيف ترى هذا ماكسي؟ مبروك للفريقين. الأمر معقد جدا. ستكون مباراة معقدة بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان. والآن إليك الأمر أليساندرو تفضل. أكثر مرة أخرى النادي القادم سيكون SL Benfica. Benfica. The two-time European champions were founded بطل أوروبا لمرتين سابقتين. In February 1904 in the Portuguese capital. والنادي مؤسس في عام 1904. So we have now constrained for Benfica, Benfica that we will join والآن نعرف أن بنفيكا الآن سيشارك بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة. والآن لنعود لأنا وأندريس. جودي. Help us to confirm in which position will Benfica be in Group C. شاركنا بأي مكان في مجموعة الثالثة سيكون بنفيكا. C4. C4. That means that Bayern Munich will play Benfica in their last match. المجموعة الثالثة بجانب بايرن ميونخ. To determine perhaps who advances to the next round, Yuri. لنرى الآن very historic European فريقين تاريخيين في أوروبا يوري. كيف ترى الأمر؟ نعم الأمر مثير جدا أن نرى ناديين من أقدم أندية أوروبا معا في مجموعة واحدة لنرى قوة الناديين. الأمر رائع وكبير. Yes, نعم والآن أليس الآن مرة أخرى لنرى أي فريق. FC Internazionale إنتر ميلان الإيطالي. The 2010 FIFA Club World Cup winners iconic crest. And distinctive blue and black colors. صاحب المشاركات الأبرز في الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية. النادي المؤسس في عام 1908 الإنتر ميلان الإيطالي. والآن إنتر ميلان سيشارك في المجموعة الخامسة بجانب ريفر بليت. ولكن لنرى في أي مركز في المجموعة سيبدأ البطولة. This is a moment of truth. You said football unites the world. هذه. We had some cold weather this week in Miami, but the tension is bringing back the heat. Yeah. التوتر عاد لي مرة أخرى منذ بداية الحفل. Attention, River. عاد التوتر. E4. في المجموعة الخامسة في الترتيب الرابع انترناسيونال أو انتر ميلان الإيطالي. النادي الأسطوري
الذي ضم العديد من أساطير اللعبة في وقت ما. سيشارك ريفر بليت في نفس المجموعة الخامسة. والآن لنكتشف من هو قائد هذه المجموعة. مباراة صعبة. انتر ميلان فريق كبير ويؤدي بشكل رائع مؤخرا. ستكون نتمنى أن نرى بطولة رائعة وتنافس جيد بين الفريقين. نعم سيكون أمر مثير للاهتمام. التاريخ الإيطالي. والآن أيضا مع الإيطالي أليساندرو. تفضل. والآن اختار الفريق القادم مرة أخرى. بروسيا دورتموند. الأصفر والأسود والواصل لنهائي دور الأبطال في الموسم الماضي. والنادي الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بروسيا دورتموند سينضم إلى المجموعة السادسة بجانب فلومينينزي البرازيلي. ولكن لنرى في أي مركز سيكون نادي بروسيا دورتموند. والآن اختار مرة أخرى. أعتقد F2. في المركز الثاني. هذا يعني أن فلومينينزي سيفتتح المباراة ضد بروسيا سيفتتح أول مباريات المجموعة ضد بروسيا دورتموند. نحن نتشوق لرؤية هذه المباراة لنرى من سيقود المجموعة السادسة. شكرا مرة أخرى. والآن نعود إليك لنرى آخر فريقين. يوفنتوس اف سي من إيطاليا. أليساندرو ناديك الماضي. نادي يوفنتوس نادي أعرق الأندية الإيطالية. والنادي المؤسس في عام 1897. لم تكن تعرف تاريخ التأسيس. بالطبع أعرفه. هو نادي السابق. والآن لنعرف أنه سينضم للمجموعة السابعة. ولنرى في أي مركز سيكون يوفنتوس. إيسابيلا. والآن لديك إيسابيلا الأمر. اختاري في أي مركز. هذا رائع إيسابيلا. ولكن G4 في المرتبة الرابعة في المجموعة السابعة. سيكون في المركز الأخير في المجموعة السابعة بجانب مانشستر سيتي. أعتقد أن الأعصاب ترتجف. ستكون مباراة رائعة. نعم مانشستر سيتي هو النادي المسيطر على الأجواء في أوروبا في آخر سنتين. أعتقد أن ستكون مباراة تنافسية كبيرة بين نجوم الفريقين. سنكون منتظرين هذه المنافسة الرائعة. ولكن دائما يوفنتوس ينهض في النصف الثاني من الموسم. ولكن لنرى. والآن لنرى المجموعة الأخيرة بعدما رأينا المجموعة السابعة. أليساندرو. سنعود لآخر نادي. من سينضم إلى ريال مدريد؟ تفضل. نادي سالزبورغ النمساوي. النادي المشارك من النمسا سالزبورغ
of the 21st century and have won 10 of the last 11 domestic النادي الفائز ب 11 بطوله محليه في النمسا هو نادي ريد بول سالزبورغ سيكون لنعرف الان اي مركز سيكون في المجموعه الثامنه انا تفضلي جاي جرقا والان لنرى مانويل في اي مكان سيتواجد بجانب ريال مدريد H4 في التصنيف في المستوى الرابع حسنا ريال مدريد سينهي مشاركاته في المجموعة بمواجهة اف سي سالزبورغ من النمسا ستكون مباراة لطيفة بين الفريقين قد تشرفت بأن لعبت وشاركت بقميص نادي ريال مدريد من قبل الأمر رائع وأعتقد أنها ستكون مجموعة رائعة كذلك لدينا الآن مستويين متبقيين في هذه القرعة والآن بعد ما انتهينا من المستوى الثاني كان وقتا رائعا مع سام والآن لدينا وقت دقائق معدودة للاستراحة ونعود مرة أخرى لنرى إحدى الأحد عشر مدينة المنظمة لهذه البطولة So Adriana, please step Adriana. forward. There is one Brazilian club in يوجد this pot. نادي برازيلي واحد في هذه so في هذا المستوى. Please draw the first club from pot three. والآن اختاري الفريق الأول من الترتيب الثالث Adriana. Okay. حسناً. Botafogo. نادي بوتافوغو. The idea to form Brazil's freshly crowned South American النادي المتوج حديثا بدوري أبطال أمريكا الجنوبية. During an algebra class, all things. النادي الذي يشارك لأول مرة معنا. النادي المؤسس في عام 1904 سيكون بالطبع بوتافوغو. In the same confederation as Palmeiras, CONMEBOL. So. هو في نفس الاتحاد مع بالميراس فبالتالي سينضم للمجموعة الثانية ولنرى الآن في أي مركز سيتواجد في المجموعة الثانية بوتافوغو أنا الآن هذه المجموعة تثير حماسي قليلا من فضلك اختاري اللون الأحمر B3. سيكون في المركز الثالث في المجموعة الثانية. بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية كوبا ليبرتادوريس في الأحد الماضي. سيكون أسبوع سعيد جدا لك ماكسي. Un año muy bueno y lo demostró en la Copa Libertadores lo que viene haciendo y bueno, lo va a querer seguir demostrando en el Mundial de Clubes de llegar a lo más lejos. He had a very good year and it demonstrated that in the final. رائع لبوتافوغو. Of course, he will want to do the same going as far as possible in the FIFA. والذي يريد أن يذهب إلى أقصى نقطة في بطولة كأس العالم للأندية في هذا العام. حسنا لنرى. ليس سيئا. قد استبعدنا الآن النادي البرازيلي الوحيد في هذا المستوى فلنرى الفريق الثاني الأهلي المصري The reigning African champions were named club of the 20th century after they defeated. نادي القرن القرن العشرين في إفريقيا نادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر المتوج ب 12 بطولة إفريقية والنادي الذي تعدى عمره 100 عام منذ تأسيسه في عام 1907 والآن لنرى مع أنا وأندريس في أي مكان سيتواجد النادي الأهلي
في المجموعة الأولى. في المستوى الثالث الأهلي نادي تاريخي من مصر حسين خرجة. نحن نتشوق لنرى أي نادي سيواجه الأهلي في أول مباراة. نعم النادي المتوج النادي الأكبر في إفريقيا والمتوج بأكثر بطولات في إفريقيا. قد رأينا النادي الأهلي مع نادي وداد كازابلانكا من قبل في النهائي و أو أعتقد أن النادي الأهلي سيبلي بلاء حسنا في هذه البطولة لأنه ناد رائع بالطبع. من فضلك أدريانا اختاري النادي القادم. CA Boca Juniors. Boca Juniors. The badge of Argentine club CA Boca Juniors. الآن نرى شعار نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني. Want to represent each of the men's senior teams' trophies, including six CONMEBOL Libertadores. والذي فاز بست بطولات من CONMEBOL في أمريكا الجنوبية. أعتقد أن بوكا جونيور سيتواجد في المجموعة الثالثة بجانب لنرى الآن في أي مكان سيتواجد بايرن ميونخ. أنا خذ نفسا عميقا. Un saludo a Juan Román Riquelme, nuestro presidente, Cassini, Chelo Delgado, legends of our club. نادينا ولدينا أيضا أساطير نادينا تتواجد هنا لترى في أي مكان سيتواجد بوكا جونيورز. نعم 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 اختر. يوجد الكثير من الضغط على هذه الكرة. خذ وقتك لتعرف في أي مباراة سيبدأها بوكا جونيورز. في المستوى الثالث بوكا جونيورز سيبدأ مبارياته أمام بنفيكا. Two of the three gentlemen that are, you see in attendance, our president Juan Román Riquelme and Chelo Delgado. لدينا خوان ريكيلمي رئيس النادي. لدينا أيضا شخصيتين من نادي بوكا جونيورز تتواجد معنا هنا. This will be you are very excited. ستكون مباراة رائعة أخرى أمام بنفيكا وأيضا بعد ذلك أمام بايرن ميونخ. شكرا. أنا مندهش. أنا مندهش طوال الوقت. He's a walking encyclopedia, and I love the energy. أعتقد أنه موسوعة متحركة. يخبرنا بجميع المعلومات. So, Adriana, if you'd just like to. والآن أدريانا. Forward and take the next ball. اختاري الكرة للنادي القادم. Club León. ليون كلوب المكسيكي. النادي المتوج ببطولة الكونكاكاف في عام 2023 والمشارك في نسخة هذا العام من البطولة سينضم للمجموعة الرابعة بجانب فلامينغو وتشيلسي. لنرى الآن من مع أنا وأندرس. تفضل أرسل. في المستوى الرابع ليون سيفتتح مبارياته أمام تشيلسي. تحية كبيرة لرئيس نادي ليون والمتواجد معنا في هذا الحفل. والآن مانويل سول كيف تعلق على هذه المباراة؟ ستكون مباراة كبيرة. أنتم دوما أردتم أن تلعبوا أمام الفرق الكبيرة فها أنتم الآن أمام فريق كبير.
ونعود إليك أليساندرو. Way for pot three. Please, Adriana, go ahead. تفضلي أدريانا. The next team. S, sorry, CF Monterrey. نادي مونتيري. The five time CONCACAF Champions Cup winners are known as Los Rayados. بطل ones in reference to the Mexican club's traditional CONCACAF والمشارك التقليدي في هذه في بطولات الفيفا المختلفة. سينضم إلينا الآن نادي مونتيري سينضم للمجموعة الخامسة بجانب ريفر بليت وإنتر ميلان الإيطالي. والآن لديك yes, الكلمة أندريس. وأنا نعم. Now they have Mexican, but لدينا نادي أرجنتيني ونادي إيطالي والآن لدينا نادي مكسيكي. Don't mind if I do. في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة نادي مونتيري المكسيكي سيبدأ مبارياته أمام إنتر ميلان الإيطالي. الآن نادي مونتيري تحت قيادة مارتين ديميليس ستكون مباراة صعبة ولكن أسلوب لعب نادي مونتيري سيكون مناسبا أعتقد لهذه المباراة. Bayern Munich in Europe played in Europe in River and he gets River and أتوقع أن تكون مجموعة صعبة ريفر بليت وإنتر ميلان وأيضا بونتيري نادي إيطالي ونادي أرجنتيني ونادي مكسيكي. أعتقد أن هذه مجموعة رائعة. أدريانا بليز. أدريانا من فضلك تفضلي اختاري آخر تفضلي الفريق القادم. Ulsan HD. نادي أولسن الكوري. In Korea Republic, Ulsan HD have won the AFC Champions League Elite twice and have been. النادي المتوج بدوري أبطال آسيا في عام والمتوج بخمس مرات بكأس البطولة. سيشارك في المجموعة السادسة بجانب فلومينينزي ونادي بروسيا دورتموند. لنرى في أي مكان سيتواجد نادي أولسن. Let's go. حسنا حسين تفضل لننطلق. لا يوجد ضغط. لم ألعب لهذا النادي فبالتالي. سيكون في الترتيب الثالث. والآن نعرف أن أولسن هيونداي من against Borussia Dortmund. أولسن HD من كوريا سيشارك في المرتبة الثالثة بجانب فلومينينزي وبروسيا دورتموند. World Cup 2002 South Korea Japan. Yes, Alessandro. الدولة التي نظمت من قبل كأس عالم 2002 بجانب اليابان. أدريانا بليز جو أهيد. والآن أدريانا تفضلي. Next team. للنادي القادم. Wydad AC. نادي الوداد الرياضي المتوج ببطولة 2022 والنادي الأبرز والأنجح في المغرب نادي الوداد. أيضا نادي الوداد سيشارك في المجموعة السابعة بجانب مانشستر سيتي ويوفنتوس. لنرى في أي مكان سيبدأ الوداد سيتواجد الوداد. فرصة رائعة للبطل الإفريقي. وداد كازابلانكا سيتواجد في المركز الثاني مع مانشستر سيتي ويوفنتوس. هو النادي الأكبر جماهيرية في المغرب. حسين
to feel 11. كيف ترى هذا الأمر؟ لا أستطيع أن أخفي سرا أن الأمر سيكون صعبا. أعتقد أن هذه مناسبة المنافسة عالمية وينتظرها الجماهير خصوصا نادي جماهير نادي وداد كازابلانكا. And also I wish to Wydad to make perform as the Moroccan national team performed in the last year. يؤدي نادي الوداد بشكل رائع كما فعل منتخب المغرب في كأس العالم الأخيرة. أليساندرو الآن لدينا آخر أدريانا اختاري آخر مجموعة وآخر نادي. الهلال الهلال which means السعودي moon in Arabic have won a record for Asian titles including the هو أكثر نادي متوج في آسيا بدوري الأبطال النادي السعودي المشارك في هذه النسخة الرائعة من البطولة. الهلال سيكون بجانب ريال مدريد وسالزبورغ في آخر مجموعة ولنرى آخر مكان متاح. Manuel, otra vez. Hey. Te está viendo Juan Manuel, Carlota tafadal. Porque es una huge diehard Real Madrid fan, so. So it's gonna be age two. سيكون في المرتبة الثانية. الهلال سيفتتح. نيمار البطولة نيمار والرفاق أمام ريال مدريد في المباراة الافتتاحية لهذه سيفتتح المجموعة آسف أمر رائع سيكون نهائي مبكر أعتقد أن بالنظر للمجموعات لا أرى أي مجموعة هي مجموعة الموت ولكن أليساندرو لنرى ولنكن مستعدين أكثر من مجموعة لنكون صادقين ستكون هي المجموعة الموت المجموعة الأصعب يوجد الكثير من الفرق الرائعة بالنظر لهذا الترتيب الأخير لدينا الكثير من الأندية الرائعة ستلعب معا والتي انضمت نفس المجموعة والآن لدينا آخر مستوى لهذه النسخة لمجموعات هذه النسخة المميزة من كأس التصنيف الرابع روميرو والآن من فضلك اختر النادي الأول من التصنيف الرابع انتر ميامي انتر ميامي The 2024 MLS Supporters Shield winners will represent the host country at the FIFA النادي الممثل للبطولة البلد المنظم انتر ميامي They will open the tournament سيفتح البطولة في ميامي في 15 من شهر يونيو سيكون في المجموعة الأولى بجانب الأهلي سيبدأ مباراة أمام الأهلي لنرى الآن أندريس وأنا. Hey, mira, para el club de tu amigo Lionel Messi. والآن لنرى رفاق ليونيل ميسي في أي ترتيب مع ماكسي. A cuatro. في التصنيف الرابع من المجموعة الأولى. في الخامس عشر من يونيو. سنرى نادي إنتر ميامي يفتتح. In MLS Al Ahly. البطولة أمام النادي الأهلي بطل إفريقيا. وبالميراس سيتواجه مع بورتو. 20 years ago. جوركيف. كنت تلعب في الدوري الأمريكي منذ 20 عاما. نعم أشاركت في نادي في الدوري الأمريكي. قد شاركت وكانت لحظات رائعة بالنسبة لي.
وسعيد أن أرى أن بطولة الدوري الأمريكي تتقدم وتتطور. ربما ستكون مباراة رائعة. ضعوا هذا التاريخ فيه. Open the Club World Cup next June 15 of 2025 against. في الخامس عشر من الشهر السادس في هذا العام النادي الأهلي أمام نادي إنتر ميامي. والآن لنرى النادي الثاني روميرو تفضل. Auckland City FC. نادي أوكلاند سيتي. The New Zealand side. النادي النيوزيلندي. Champions League 12 times, including. والفائز بالبطولة 12 مرة. الفائز ب. 17. بطولة الأوكيانوسيا. Auckland City will not join. Auckland City. يفتتح رحلة جديدة في بطولة الفيفا. And we join group. سينضم إلى المجموعة الثالثة بجانب. في الترتيب الثاني ولكن لنرى مع أندريس وأنا أعتقد أننا سننقل رقصة الهاكا للولايات المتحدة الأمريكية. اختار يوري ساعدنا لنؤكد هذا الأمر بالنسبة لأوكلاند سيتي. Who did it back? من قام بهذا الأمر؟ Okay. For Auckland. بالنسبة لأوكلاند سيتواجد في المجموعة الثالثة في الترتيب الثاني. سيتواجد مع بايرن ميونخ وسيلعب المباراة الافتتاحية لهذه المجموعة أمام بايرن ميونخ بجانب بنفيكا وبوكا جونيورز. سنرى. سنرى أوكلاند بجانب بنفيكا وبايرن ميونخ وبوكا جونيورز في نفس المجموعة. والآن روميرو. روميرو سيلكت. اختر النادي القادم. اسبيرانس سبورتيف دي تونيز. النادي الترجي التونسي. اسبيرانس means hope in English and comes from the name of the cafe. الإسبرانس معناها الأمل في اللغة الإنجليزية. African champions were founded in 1919. النادي المؤسس في عام 1919 والمتوج بالعديد من البطولات سيكون نادي الترجي التونسي في. We said before. In Group D, they are going to face Flamengo, Chelsea, and Club Leon. سيتواجد بجانب نادي فلامينغو وتشيلسي وليون المكسيكي. لنؤكد هذا الأمر مع أنا. من فضلك أرسين. سبورتيف دي تونيزي. Très bien. هل أنت اسم النادي باللغة الفرنسية صحيح؟ نعم بشكل صحيح جدا. سيتواجد الترجي في المجموعة الرابعة في الترتيب الثاني وسيفتتح مبارياته أمام فلامينغو. حسين نعم الترجي هو أحد الأندية الكبيرة في القارة في قارة إفريقيا لديه فرصة جيدة ليواصل هذه البطولة لديه مدير فني رائع. أعتقد أن المجموعة الرابعة الآن مجموعة جيدة. والآن الأمر إليك أليساندرو تفضل. أرى ذلك. روميرو من فضلك اختر النادي القادم. ماميلودي سانداونز. نادي ماميلودي سانداونز من جنوب افريقيا. والنادي الذي يلقب ببرازيل افريقيا. We have a constraint here, as we said before. Group B is reserved for CONCACAF team Seattle Sounders. والآن لنرى. And
Group E is constrained. مجموعة الثانية للنادي من الكونكاكاف. فبالتالي ماميلودي سان داونز سيتواجد في المجموعة السادسة بجانب فلومينينزي وبروسيا دورتموند وأولسان في التصنيف الرابع. حسين تفضل اختار. آخر نادي إفريقي لذلك سأكون سعيدا أن أقدمه ماميلودي سان داونز في المجموعة السادسة في الترتيب الرابع. سيفتتح مبارياته أمام أولسان الكوري سان داونز، وخصوصا أن رئيسها السابق هو باتريس موتسيبي، هو رئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. هو نادي تاريخي في جنوب إفريقيا وسيشارف بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025، ومن بارق سروري أن أرى هذا النادي هنا في أمريكا بجانب فلومينينزي وبروسيا دورتموند وأولسان. أليساندرو تفضل. والآن روميرو، مرة أخرى نعود إليك. Urawa Red Diamonds. Urawa Red Diamonds من اليابان. The Japanese club won the 2022 AFC Champions League. النادي الياباني المتوج ببطولة كأس دوري أبطال آسيا في عام 2022. A place at this tournament. والذي حجز مكانه في هذه البطولة. Group B, as we say before. سيتواجد في المجموعة الثانية كما قلنا من قبل. في المجموعة الخامسة كما قلنا من قبل. With the River Plate. بجانب River Plate و. انتر ميلانو و ايضا مونتريال المكسيكي. من فضلك انا تفضلي لن ساعدينا في اخر نادي في اخر مكان في هذه المجموعه. في المجموعة الخامسة في التصنيف الثاني في المركز الثاني سيفتتح مبارياتهم أمام ريفر بليت من الأرجنتين، وقد بعدوا قليلا عن نادي إنتر ميلان. سيد أرسن فينجر، النادي الياباني يقدم أداء رائعا. نعم يلعبون كرة قدم جيدة، هم أكبر نادي في اليابان. ستكون مباراة رائعة، مباراة صعبة، وقد وعدوني من قبل أنهم سيعودون لكأس العالم بشكل أقوى، فبالتالي ستكون مفاجأة رائعة. شكرا مرة أخرى. والآن روميرو مرة أخرى لديك الاختيار، تختار النادي القادم. نادي سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة الأمريكية. هو أحد الأندية الكبيرة في أمريكا الشمالية والفائز ببطولة الكونكاكاف أو دوري أبطال أمريكا الشمالية في عام 2022. ليست مفاجأة لنا لنعرف أن نادي سياتل ساوندرز سيشارك في المجموعة الثانية في الترتيب الرابع، ولكن لنعود لأنا وأندرس لنؤكد على هذا الأمر. نعم ستكون مواجهة رائعة بين بوتافوغو وسياتل ساوندرز. من فضلك كارلوتا ساعدينا في تأكيد هذا الأمر. B four. There is the confirmation. ها هو التأكيد. Seattle Sounders. سيكون team from MLS by historic team. هو النادي التاريخي لكرة القدم في أمريكا الشمالية. Congratulations to them on قوة التواجد في هذه البطولة. For that fan base that is. خصوصا مع هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة في الدوري الأمريكي، سيكون من الرائع أن نراكم في هذه البطولة المميزة. نعم سيكون أمرا رائعا.
Thank you. And شكرا لكم. والآن لدينا آخر مجموعتين وآخر فريقين. روميرو من فضلك اختر واحدة منهما. Which one between أي فريق من العين وباتشوكا؟ العين اف سي. العين الاماراتي. The club from the United Arab Emirates won its second game. النادي من الامارات العربيه المتحده سيكون to clinch a place at the tournament as the reigning Asian. وعاد مره اخرى لهذه البطوله كبطل لاسيا. سيكون في المجموعة السابعة العين. لنؤكد هذا الأمر نعود أنا وأندريس. انظر إليها أنها متحمسة لترى تأكيد آخر فريق في مجموعة مانشستر سيتي. المجموعة السابعة التصنيف المستوى الثالث العين بجانب مانشستر سيتي والوداد ويوفنتوس. يوري جوركايف. نعم أعرف العين جيدا. مجموعة مثيرة للاهتمام. من الرائع أن نرى هذه الفرق تتنافس مع بعضها البعض في هذه المجموعة. والآن آخر فريق. لدينا فريق أخير متبق في هذه القرعة. CF باتشوكا. نادي باتشوكا المكسيكي. والبطل المتوج ببطولة الكونكاكاف أو دوري أبطال أمريكا الشمالية 6 مرات. والمتأهل والمشارك في بطولة كأس العالم للأندية في الفيفا 2025. مبارك لباتشوكا. الآن سيشارك في مجموعة ريال مدريد والهلال وسالزبورغ. سيبدأ والآن التأكيد لديكم أنا. والآن مانويل أكد لنا هذا الأمر بالنسبة لباتشوكا. في المجموعة الثامنة في المستوى أو المركز الثالث باتشوكا سيفتتح مبارياته أمام ريد بول سالزبورغ من النمسا. تحية كبيرة لخيسوس مارتينيز من لنادي تاريخي في المكسيك باتشوكا. ليس فقط النادي ولكن القاعدة الجماهيرية الكبيرة والمبادرات الرائعة التي يقوم بها جماهير نادي باتشوكا. نعم نعم أسماء كبيرة في مجموعة ريال مدريد. هذه فرصة رائعة. والآن أليس تفضل. شكرا لك يا روميرو. يا لها من قرعة. جماهير الكرة حول العالم سيستمتعوا بكل هذه المباريات. شكرا لكم يا رفاق. كنتم رائعين. أنا أحببت ما فعلتموه. كل منكم رفع يده لإظهار الشفافية. والآن لنقم بتلخيص هذا الأمر. نعم لكن سأحتاج بعض المساعدة. لدينا المجموعة الأولى بالميراس بورتو الأهلي وإنتر ميامي. والمجموعة الثمانية باريس سان جيرمان أتلتيكو مدريد وبوتافوغو وسياتل ساوندرز. أحتاج المساعدة في المجموعة الثالثة. لدينا بايرن ميونخ أوكلاند سيتي بوكا جونيورز وبنفيكا. والمجموعة الرابعة فلامينغو والترجي وتشيلسي وكلوب ليون. والمجموعة الخامسة ريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز ومونتيري وإنتر ميلان.
المجموعة الخامسة، السادسة فلومينينزي بروسيا دورتموند أولسان وماميلودي سان داونز. المجموعة السابعة مانشستر سيتي وداد البيضاوي العين ويوفنتوس. والمجموعة الثامنة ريال مدريد والهلال وباتشوكا وسالزبورغ. ها هي قرعة كأس العالم فيفا 2025. نتشوق جميعا لبداية هذه البطولة ولنعود إليكم رفاق. الطريق لهذه الكأس يكون ممتعة، ولكن شكرا جزيلا لكم، وشكرا للمساعدين المميزين الذين ساعدونا كثيرا في أول نسخة من قرعة فيفا كأس العالم فيفا الأندية 2025. تذكروا أن تدخلوا على الموقع لحجز تذاكر هذه البطولة، وأيضا التطوع من هذا الرابط أمامكم. And it is so exciting that DAZN, the world-leading أنا متحمسة كثيرا. ستكون هناك منصة لبث البطولة للجماهير على شبكة الإنترنت، وهذه المباريات 63 ستكون متاحة للجميع ليشاهدوا كل دقيقة بها بشكل مجاني حول العالم. والآن لنرى ردود الأفعال بعد هذا العرض، وشكرا لكم جزيلا على تواجدكم معكم، كان يوما رائعا. كانت أخبار رائعة لجماهير كرة القدم حول العالم. Take it to the world. الآن الأمر أصبح عالميا، ومن نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية ونأخذ هذا الشعار، خذ كرة القدم للعالم.